طلع وبهبره ربي اللي اعطانا الحمد لله لما طلعنا ما تعرف شي صاحبي الغل ما عشت معانا عشت في لاميردا كبشنا في الانسانة عشت في اللاميردا يا صاحبي ما اكثرش من الميردا اللي كنت عايشها في تونس يا صاحبي سيلي بادغ معبي البنك التجاري مجروح ميمتي سيلي باتيري معبي بنك التجاري يا صاحبي ربي يزيدك يا صاحبي عسلامة الناس الكل اكيد مرحبا بكم ان شاء الله الناس الكل اكيد تكونوا بخير ان شاء الله جوكم احلى جو كالعادة معكم اخوكم الجبة في رياكش فيديو جديد وتراك جديد اليوم تراكنا بيجي يكون على تاتي جي تريز تراك بعنوان ماما التراك ضايع مزيكا هبط في الشان اوفيسيال نتاع تاتي اول مره باش نسمعوا مع بعضنا ونعملوا عليه رياكش كانك اول مره تشوفنا ولا تشوف فيديوهاتنا ما تبخلش علينا بك الابوني جيم والكومنتير والبارتاج ويلا ما نطولش عليكم ياسر يلا ليتس جو مع الفيديو قالت لي ماما رفعت لي قلوب الصافيه قال لي بني ما عادش كافيه قالت لي ماما بريد قالت لي الماما ربحت لي قلوب الصافية قال لي بويا النية ما عادش كافية قال لي بويا النية ما عادش كافية اي يا صاحبي زيدنا قالت لي الماما برا وليدي عليك راضية عليك راضية يلا قال لي بويا خلي ضرباتك ماضية اي قال لي خلي ضرباتك ماضية اي جروح برات وجروح ما زال فيا شادة اي كان الجيب وقدري لاقي في الشدة كان الجيب وقدري لاقي في الشدة اي جناح وطير وما تحكي لي على الفدة ما قدروا ليش رجعت بهجمة مرتدة ما قدرونيش رجعت لهم بهجمة مرتدة هي صح في قلبي ربي هو اللي عالمه حتى العديان ضحكنا اليوم كنسلمو شافونا صغار بالبوسة حبونا نكلمو ما حاجتناش بمزايا توا نتعلمو ما حاجتناش بمزايا توا نتعلمو من مزايا عربي يا خويا ما فم اصحاب كان الاخوات تدخل لداري واللي شالوني كيف ما عندي المصاري انت مشيتي وبقت وحداني كاري سيلي بادغ معبي البنك التجاري مجروح ميمتي سيلي باتيري معبي بنك التجاري يا صاحبي ربي يزيدك يا صاحبي خرز روحي حتى ما يطيح من قيمتي مجروح ميمتي مجروح ميمتي بعيد عليهم باش ما نخرج من سنتي حبيبتي يا الماما حبيبتي يا الماما تذكروا ماما يا مو ماما حبيبتي يا الماما حبيبتي يا الماما تذكروا ماما يا مو ماما والله يا صاحبي ربي يفضل كل امي يا اخويا هذيك القلب يا صاحبي نسأل في روحي على شي ما تخساره تقدر للناس النبارة خاطر اعطيت تقدر للناس النبارة يا صاحبي عفس وتعدى عفس وتعدى عايش بجنوني اعطونا ضحكة مصفارة اعطتهم من وقتي خسارة طلعوا بهبارة طلعوا بهبارة ربي اللي اعطانا الحمد لله لما طلعنا ما تعرف شي صاحبي الغل ما عشت معانا عشت في لاميردا كبشنا في الانسانة عشت في لاميردا يا صاحبي ما اكثرش من الميردا اللي كنت عايشها في تونس يا صاحبي خليك باهي سن كان تختارنا باش نتفاداها يمي امتي ونتفاداهم امرك مطاع وتهني ما نكون معاهم صاحبي يتعاركوا على كعبه كوكا واللي راحوا ما ياثرنيش بكاهم ربي في سمانا كيما ربي في سماهم مجروح ميمتي مجروح ميمتي غرز روحي حتى ما يطيح من قيمتي غرز روحي حد ما يطيح من قيمتي اي مجروح ميمتي مجروح ميمتي بعيد عليهم باش ما نخرج من سنتي تبعد عليهم حبيبتي يا الماما حبيبتي يا الماما تذكروا ماما اي يا صاحبي اذهب ما تصحخك كان امك سايبه عليك يا مو ماما حبيبتي يا الماما حبيبتي يا الماما قال لي بويا النية ما عادش كافية يا صاحبي قال لي ماما برا وليدك راضية قال لي بويا خلي ضرباتك ماضية يا خويا قال لي بويا خلي ضرباتك ماضية يا خويا اللي تواتي فيه ضربة أعطيه اللي يستاهل يا صاحبي يا خويا وليت تلقاه راجل يا صاحبي نعطوه قلوبنا ديجا كيما قال لك الدار ما يدخلها كان الخو ما يدخلهاش الصح احلى تاتي واحلى ولد بلادي يا خويا تراك ومش نورمال ميزيكا تحفونا واحلى باريزي يا صاحبي
فرنسا يا صاحبي تعمل يا صاحبي، والله ان شاء الله ديما يا اخويا متفوق، وان شاء الله ان شاء الله ديما تراكاتك يكونوا طايرين. تراك 10 على 10 ميزيكا تحفونه ياسر، واحلى شله مع تاتي يا اخويا. ولهني نكون وصلنا لنهايه الرياكشن بتاعنا. كان عجبك الرياكشن بتاعنا ما تبخلش علينا بكلب ونا، واعطينا رايك في كومنتات، وكان عجبك زاد الرياكشن اللي عاملينه بارتاج مع اصحابك. ويلا نتلاقوا في التراك الجاي والرياكشن الجاي. دمتم في امان الله ناسي كل.